رئيس وكالة وزارة السياحة والأسفار أرها ولاية ورقلة. إحنا اليوم رانا متواجدين في المعرض الدولي للسياحة بالجزائر العاصمة. هدفنا من التواجد في هذا المعرض هو أولا تعريف المنتوج الجزائري، بما أننا نستقطب سواح أجانب من تقريبا ما يقارب 16 دولة أجنبية، فيها دول آسيوية دول أوروبية. هذا المعرض يعني بعد تقريبا ما يقارب قريب 15 أو 16 مرة من مشاركتنا في هذا النوع من المعارض بالجزائر العاصمة، نكتسب الكثير والكثير منها التعريف بهذا المنتوج، وهناك زملاء نستفاد ثاني منهم من الوجهة نتاعهم في السياحة الجزائرية.